بروس اكادير بريزونتيت واحد البريزونطاسيون بنكهه خاصه كيفاش لي بروسيسور كيت انتراجيو مع لي بروغرام اللي مكتوبين بالسي بلس بلس وريتهم دي بروجي اللي درت انا ريسامون. دابا ملي دابا عندك واحد البروغرام مكتوب بالسي بلس بلس قال لك شي واحد اكزيكوتي ولا كاين شي ابليكاسيون تما مكتوبه بالسي بلس بلس. انا تما شرحت لهم كيفاش كيتبرمج داك الشيء وكيفاش كيت اكزيكوتا وفي النظر ديال التليفون كيفاش كيعرف واش غايدير. ها الحلول اللي عطيت ليهم عطيتهم كيفاش كيخدم داك الشيء وكيفاش كيت اكزيكوتا داك الشيء عطيتهم لي بروجي ديالي. جي الكترو مارك اللي كيتيستي بيرفورمانس ديال ان اورديناتور جافا شات اللي كيكونيكتي بزاف ديال التليفونات مع واحد البيسي. هذا نظام ذاتي درتو انا. بالنسبه للتعلم ديال لغات البرمجه تعلمته ذاتيا. بالنسبه للغه الانجليزيه تعلمتها 90% ذاتيا و10% الاستاذ جمال. دابا الا بغيتي تيستي واش البيسي ديالك فوغ ولا فيبل كتستعمل داك البروغرام باش تعرف واش البيسي فيبل ولا فوغ. غندير ميزاجور ديالو من بعد باش يكون صعيب اكثر باش يبوشي لي بيسي او بو. هاد الفكره جاتني ملي عرفت ان الناس كانوا كيبينيو انهم يحولوا لي بروغرام اللي كاينين في ويندوز حيت كاينين شي ناس بروفيسيونيل ولكن ما كيعرفوش داكشي عارفين كيفاش اكزيكوتيو لي سكريبت داكشي ولكن ما عارفينش هما كيفاش يدار داكشي وداكشي صعيب عليهم. هو علاش برودويزيت هادشي هاد البيش مارك. جو من 9 سنين ومن ملي كان عندي 9 سنين كنت كنعرف اللغات ديال البرمجه وتعلمتهم في الجوجل في الويب. البرمجه هي كتعطي لي انستركسيون للتليفون كل البيسي ديالك اش غايدير هذاك الشيء. داك جوجل كروم هذوك لي زابليكاسيون اللي كديروا في البيسي راه كلشي دي بروغرام. بديت انا بالتليفون وما كانش عندي الامكانيات بزاف. كان كيعطيوني دي زيرو ما كنلقاش في لي بيسي وما كيكونوش كوريكسيون حتى كنمشي ديبي غو ديب عاد كنلقى غارمون لي سوليسيون. بعد ما درتي البيسي سهلت عليا الامور شي شويه واخا البيسي ماشي بيرفورمون. البيسي ماشي ممتاز في داك الشيء حيت قديم 2008 لا كارت غرافيك خايبه والبروسيسور سلو ثقيل. شنو تحتاج؟ نحتاج شي بيسي او موان كواد كور يكون بروميير جينيراسيون يعني 2600 كا شي حاجه بحال هكاك و 4 جيجا درام وشي كارت غرافيك تكون زوينه كتسيبورتي اوبن جي ال 3.3 ولا الفوق. الالعاب الالكترونيه ما كنحملهمش هذوك ما عندهم يوسليس ما عندهم ما يديروا بهم ما كاين والو ما يدار بهم بدون فائده. الناس اللي تيلعبوا هاد الالعاب خصوصا ديال الصغار شنو نقول لهم ما يبقاوش يلعبوا دوك الالعاب خصوصا الالعاب ديال الشوتينغ بحال فري فاير بحال بوبجي بحال فورتنايت ما يبقاوش يلعبوها ويطرقوا في هادشي اللي تعلمت ويستعملوا الانترنت استعمال صحيح. ما شرات لي كتاب ديال التاسعه ديال الفيزيك. ايوا من بعد بدات المغامره ديالي مع الفيزيك وليت كندير لي زيكواسيون. اييه لا شيء مستحيل حيت كلشي لا شيء مستحيل كلشي يقدر يتعلم داكشي اللي تعلمته انا بالويب بالكتوبه بالاحتكاك مع الكتوبه وبالويب. يبقاو يتعلموا ويستعملوا الانترنت مزيان يستعملوا الانترنت استعمالا صحيحا ويسميتو ويستعملوا الانترنت باش يبرمجوا باش يديروا لافوماتيك يطوروا لافوماتيك. الله يسامحك يا فرحنا بزاف ملي كنشوف